رايحين الوحدة من أجمل الأماكن اللي ممكن تشوفونها في تايلاند وتحديدا في كرابي، شيء رائع وخطير وخيالي. خلكم معنا تروحون بعيد. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. صبحنا بفضل من الله ونعمة، أنتم كيف صبحتوا؟ عساكم بخير، شلونكم اليوم؟ الطيب والعود والقهوة، هذا العلوم ولا بلاش؟ وطلعنا. ايوه الحين مرحله الافطار، تفطر وتروق والامور ميسره ان شاء الله. طبعا شده الامطار تكون دائما في اغسطس، اللي بيزور تايلاند في اغسطس امطار وخيرات وارزاق. وشوفوا هذا، شايفين البرجين، البرج اللي على اليمين البرج على اليسار، هذيك اشهر منطقه في فوكيت، بيسمونها شاطئ الباتونغ. الزحمه كلها هناك في هذا المكان، شوفوا من هنا، تبعد حوالي 3 كيلو بالسياره. نقول بسم الله توكلنا على الله، نبدا جوله اليوم ان شاء الله. لكن احنا المره ما نركب الا قدام، ما نركب في الباص ورا. اي والله ما شاء الله تبارك الله على الاجواء، طبعا كذا طبيعه شرق اسيا محببه الى قلبي. هذا قلب باتونغ النابض، هنا الزحمه هنا الصخب، سواء في الليل في النهار في اي وقت تجي تلقاه مره مزحوم. هذا شاطئ الباتونغ الشهير، من اشهر الشواطئ اللي ممكن تشوفونها في جزيرة فوكيت. طبعا شاطئ الباتونغ هذا يعتبر من اقدم الاماكن السياحية، كل شيء حوله والفعاليات فيه والمطاعم العربية والاجنبية كلها موجودة في شاطئ الباتونغ. طبعا انت وانت طالع كذا في شاطئ الباتونغ تقدر تتمشى وتاخذ جولة، بعدين تدخل على الشارع اللي كنا فيه البارح نصوره، شارع البانغلا، يطلعك على الشوارع الثانية المتفرعة. بعدين الشاطئ اي وقت تجي، صباح بدري، الظهر، الضحى، الكبير، المغرب، مزحوم دائما في ناس، لكن افضل وقت قبل الغروب. بعد ما طلعنا من الشاطئ هذا هو شارع البانغلا اللي فيها الفعاليات وفيها المقاهي والمطاعم. الان عندنا زياره الى سنترال فوكيت، هذا عباره عن مول كبير، هم مولين وبينهم جسر، عن طريق الجسر ما بين المولين، يعني من فوق الخط. المول كبير بالحيل، ورايحين للجزء الثاني منه، بعدين بنرجع للجزء الاول اللي نزلنا فيه. المول الله ياهو رايق ومرتب وبراء وسيع وبارد وزين. هذا الجسر الرابط بين المولين، هو مول واحد بس قصدي بين المبنيين. كاد لقينا هالمحل هذا، اخذنا من عندهم فنيله خصم 80%. احد احيانا ودك يصيد صيدات صح. وبكذا انتهت تغطيتنا لسنترال مول، كل الماركات العالميه اللي ممكن تتوقعونها تلقونها موجوده فيه، صراحه رائع. جزيرة فوكيت وتوجين ان شاء الله الى كرابي، طبعا حوالي 3 ساعات. الا ما شاء الله لا قوة الا بالله على هالزين، على المكان هذاك خليج البنغال. على الطريق واحنا طالعين من فوكيت الى كرابي، هاو واو ندخل الان في السحاب فجاه. طبعا هذا رش بسيط لكن المطر القوي قدام. شوف 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 كيف ندخل، كيف ضرب المطر الان. شوف شفتوا شلون زاد هنا، قاعد كذا المطر تشوفه هناك، حزه سفر ومطر كلها ثنتين. مواطن دعاء، اسال الله العظيم ان يغفر لي ويغفر لكم.
يغفر لوالدي ووالديك وانه يدخلني وياكم الجنة بلا حساب ولا سابق عدا. قولوا آمين. الله يا ربي انك توفدهم يا الله. طبعا في السعودية اطارد الامطار، هنا ما احتاج اطاردها تجيني لعدي. ما شاء الله تبارك الله. الطريق يفتح النفس من جزيرة فوكيت الى كرابي، شيء يا رجل. الله تبرق وترعد ما شاء الله تبارك الله. وانت بعرفين خطوط، اذا مسكت خط معروف النظام، اذا مسكت خط لازم فرحات وسناكات وحركات. تسمعون صوت الرعد؟ يا الله يا ربي انه يغفر لي ويغفر لكم. قولوا امين. بالله في احلى من هيك؟ والله ما فيه اجواء ولا اروع. والطريق يفتح النفس من فوكت الى كرابي. وصلنا الى فندقنا الجميل في كرابي. هذا اللوبي، شوف اللوبي كيف مفتوح ومكشوف الهواء الطلق. سلام. لا اله الا الله. شوف 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 هنا المطر كذا استقبلتنا كرابي بالامطار. هكذا هم الناس المميزين مثلي وشرواي، شرواك الطيب. لا جو مكان كل يستقبلهم حتى المطر. يا الله يا ربي من فضلك. اي والله شوف كيف اطلال على الجبل. هذا المسبح في الدور السادس. تعالوا نوريكم غرفتنا، غرفتنا اطلالتها جنب المسبح مباشرة. واستلمنا غرفتنا يا هلا يا دين. هذا عزكم والله دارة المياه. طبعا فيه ستار تسكرها تقعد الناس يشوفونك. بس شوف الاطلالة، شوف هالجاكوزي ذا على هالاطلالة على المحيط. ايش رايكم على هالجبل والمسبح ما شاء الله. طبعا هذا المسبح غير المسبح اللي عند اللوبي تحت. يا الزين هالفندق اللي انا فيه ما شاء الله تبارك، شيء رائع وشيء فاخر من الاخر. طبعا الشارع شايفين هذه القبه هذه تسنها جرس، هذا الشارع تحتها المطاعم المقاهي المماشي. وش خليت بس لكم في احلى من هيك؟ والله ما في. هذا الفندق حقنا على الشارع مباشرة. هذني راح استكشف المنطقة اللي حول الفندق، تفرج نشوف. على فكرة ترى تقدر تجي كرابي طيارة من بانكوك فيها مطار، لأن أنا حجزي إن شاء الله المغادرة من كرابي مغادر على بانكوك من هنا. ما شاء الله تبارك الله توفقنا في الجو اليوم في كرابي. غيوم وأمطار وخيرات. اي والله الغيوم ما مثلها والأمطار والأرزاق. اي والله وجو يفتح النفس. انا اشهد ودي انكم معي كلكم اوريكم. شفت المناطق البحريه والساحليه مثل عندنا في جده ولا الجزر، ما يصلح لها الاقمشه هذه. شوف والله يا هو ناعم وبارد وزين. اي والله هي اللي تنفع صح. شوف فندقنا هناك يبعد 300 متر عن الشاطئ. اوريكم شوف بالله ايش رايكم في الغروب. كيف شوف الشاطئ، شوف العالم كيف مستانسين مره. موقع الفندق بطل، كرابي بطلة، انتم بطليون يعني ابطال قصدي. الله الله استمتاع مره بهذه الاجواء الرائعه. يا الله على الجمال وعلى هالغروب الرائع. انها كرابي مملكة تايلاند تقريبا 3 ساعات و3 ساعات إلا على حسب الطريق من جزيرة فوكيت فيها مطار. تعال استمتع. بس على فكرة ترى هنا إلى الآن ما شفت عرب، أنا شفت هنود. الهنود والعرب ما شاء الله مالين فوكيت وفي بانكوك وفي بتايا. هنا قليل إنك تلاقي. والله أنا ما شفت حد الآن، أنا مشيت الشارع أول 300 متر فالفندق ما شفته في فوكيت. والله ما غير امشي واسلم. مساك الله بالخير، عيدكم مبارك، شلونك؟ عزك عرب، كلهم عرب ما شاء الله من جميع الجنسيات. يا سبحان الله العظيم، شوف مجرد ما غربت الشمس بدا البحر يجزر الى داخل. شوف قام يرجع البحر مجرد تطلع الشمس، المد يوصل الينا الجسر. اللي حركه المد والجزر طبعا مرتبطه مع هي مرتبطه بالقمر. الضار الجغرافيين يعرفون اكثر مني، ولكن أنا لاحظت إن مغربة الشمس بدأ البحر يجزر. حتى شوف ما زال
الى الان شو اسمه التربه الى الان فيها مويه. دائما المدن التي تكون حاضره البحر تكون جميله، فما بالكم لو كانت حاضره الجبل وحاضره البحر. حاضره البحر يعني على طرف البحر. يقول تعالى: واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر، في سوره الاعراف هذه. لكن من الاشياء المهمه في السفر، والانسان اذا سافر يحب يجرب الاشياء الجديده عليه، خصوصا اذا كان اهل البلد اكل أهل البلد. فانت اذا سافرت جرب اكل معين، جرب اكلات البلد، لانك اصلا شوف الانسان اللي متعود على اكل معين في بلده ما يقدر يغير، خلاص يتعب او يخاف انه يتعب. لكن انت كل في الاماكن النظيفه والاماكن الراقيه، يعني تجنب اكل الشوارع، خاصه ناس بطونهم ما يتعود على اكل الشوارع، يتعب بسرعه يطيح. والافضل انك تجتنب عنها، لا تاكل اكل الشوارع، لكن اكل مطاعم راقيه واكل اكل اهل البلد. النقطه الثانيه عليك بالسي فود، الاكلات البحريه، عليك بالاكل اللي هو الاكل الايطالي مثل البيتزا، مثل الباستا، او الوجبات السريعه الاكلات الامريكيه. فانت جرب وانت بكون حذر، لان البطن مشكله، اذا تعب بطنك خربت الرحله. السمك المشوي طبعا انا من الناس اللي لا والله حريص اضل على البطن، ما داني تعكر مزاجي بسرعه اذا خرب بطني. تايلاند ما تبلش، الانشطه البحريه واجد والفعاليات كثيره والمكاتب منتشره، سواء المكتب اللي طلعت معه او اللي تلقاها موجوده في الشوارع. رايحين الوحده من اجمل الاماكن اللي ممكن تشوفونها في تايلاند، وتحديدا في كرابي، شيء رائع وخطير وخيالي. خليكم معنا تروحون بعيد. وصلنا إلى أحد الجزر النظيفة والرائعة والراقية، الموية كأنها قزازة ما شاء الله تبارك الله صافية، ودك تسبع بس اللي ما يعرف يسبع ايش يسوي؟ ياكل الحوت. ويلي ويلي. وبعد ما شفتوا المقدمة التشويقية، الآن بعطيكم السنابات اللي من الصباح صورتها إلى رجعنا الفندق. خليكم معنا. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير، هلا وغلا وكرتون حلا، يلا حيهم. طبعا هذا الهيتر كثير يسألوني عنه، تلقونه محلات الاواني المنزليه او في متجر اسمه كامل كيت، تلقونه عندهم. هذا الرف حط الحلويات والماهي، ونبدا يومنا ان شاء الله بذكر الله والبخور، ريحه العود الازرق وقهوي حلويات كالي. وعلى هذا اطلالها الجميلة الرائعة ما شاء الله تبارك الله، انتم تشوفون شهزين. اليوم ان شاء الله عندنا رحلة بحرية، وقالوا اذا الجو طيب نبي نطلعها. انا اشوف والله في تلبد غيوم، لكن ان شاء الله بنطلع باذن الله. والله الجولة اليوم ان قال هلا ورحنا، عز الله بتشوفون شيء ما عمركم شفتوه في تايلاند، شيء ما شاء الله تبارك الله، قليل اللي صوروا المكان. وهذه إطلالة الفندق من الدور التاسع. أنا ضربتي في الدور السابع، هذا الدور التاسع. صرت أكل بخبز سريع. والله أكل رز الصبح ولحم. شو سوي؟ بعد ما تقهوينا قهوتنا السعودية، الآن جاء دور القهوة السوداء. يا عمري ركب يا مدير ركب. ركب خشب، هديله بمنديله. هذه غرفتنا اسمها بانوراما، لان طلالتها مره عاليه. هذا المسبح، عالم تسبح لابسين من غير هدوء. هذه قدعنا من عندي، بالاتجاه الان ان شاء الله الى الرحله الخاصه والى الجزيره في كرابي. وصلنا الميناء ما يبعد الا تقريبا حوالي اقل من 10 دقائق، وهالسفن هذه وهالبوتات هذه الرحلات الخاصه. هذول توهم نازلين جايين من الرحله البحريه. طبعا هذه القوارب كلها خشبيه ومركبين عليها المكاين الكبيره هذه. شوف المكاين هذه مركبينها لانها القوارب الخشبيه الاولى، ف يعني ابتكروا عليها الماكينه ذي اسرع.
بعد مرور تقريبا 20 دقيقة بالبوت وصلنا إلى هالجزيرة هذه، ناخذ فيها ساعة ثم نكمل جولتنا في بقية الجزر. في خيارات كثيرة في الرحلة البحرية كذا، ممكن تاخذ القارب ذا الخشبي وممكن تاخذ هذا الصناعة الحديثة، فأنت مخير يعني حسب الشركة اللي بتحجز منها. من الأنشطة اللي ممكن تسويها اللي هو التسلق، تتسلق هالملية هذه كلها الضلع. الظاهر ان شاء الله انه بيجينا مطر، ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا عمري يا قلبي ايش هالزين ايش هالجمال، لا اله الا الله. شفتوا البوت اللي صورته لكم اليوم يوم اقول لكم مركبين لمكاين، والله اعطيته عين وتعطل خرب، ارسلوا لي هذا، ارسلوا لي ذا، قالوا عشان تعطي عين ولا ما تعطي عين، هذه مكاين اصلية. الله يستر على قلب البحر. هذا بوت خاص، لما يقول لك رحله خاصه الحالي هذه ظروف كامله، انا لوحدي. اي ما قدم الحين، يقول يقدم. طبعا هذا البوت لما يقول لك رحله خاصه بوت مثل كذا والحالك تطلع فيه لحالك وتاخذ جوله يلففك الجزر. وفيه حشر مع الناس عيد، اللي يبون مع الجروبات عادي موجود. انا بقدم هنا وبجلس هنا وبرد ونرصد. وهذه يسمونها جزيرة الدجاج، تشيكن ايسلاند. ولبقنا البوت حقنا ورصينا طال عمرك الشغل الزين، ما شاء الله لا قوة الا بالله. هذه يسمونها عبود ايسلاند، جزيرة عبود على الحدود. هم قالوا اني عايشه في الجزيره هذه، واذا قلتوا بنروح معك باخذكم كلكم، باخذكم معي كلكم كلكم، ماني مخلي احد. ثم اغرقكم في البحر، اغطسكم في البحر، ثم اطلعكم ثم اغطسكم لان الحوت ياكلكم. انا من حاش رايح الجزيره لحالي، ابستانس ولحقيني بعد بنروح معك. الله اكبر، خلي على بالكم بقول تعالوا بنستانس، يا ويلي عنكم. شفت الجزيره هذه لونها عندنا، كنت تلقى المقايل هذه شبين نار هنا وشبين نار هناك شبين نار هناك، والله أن أهلها ونفعلها وهالضوء وهالشبة نار وهالعمر غالمة وهالمرحبة، بس عاد ودك إذا شبينا شب في منقل عشان اللي يجلس بعدنا يلقى المكان نظيف. أي والله أني صاد، الأبوات بدت تجتمع، الأبوات اللي كانت تلف على الجزر تجتمع في هذه الجزيرة عشان الكل يشوف منظر الغروب، لأن طلعت الغروب طلالة ساحرة، قصدي منظر الغروب منظر ساحر. يا لبيه يا الباربيكيو، الباربيكيو انت قابلين الشوي، نبي نتغدى ان شاء الله الان، غدا متاخر. هذه لحظه الغروب الذي ينتظرها الناس كثيرا، كلهم جايين للجزيره عشان يشوفون لحظه الغروب. هذه شوف عرس اصبعي، هذه كربي قريبه مره ما هي بعيده. خشبي تقليدي اللي كنت طالعين عليه في البدايه، بعدين خرب علينا وجابوا لي الثاني الكبير، جابوا لي الاصفر، هذا الاصفراني. لكن شوف هذه جلسه الغروب، يحبونها الناس كثير منهم، بدي افر الكاميرا لكن عيب عيب تشوفونه. كذا انتهت رحلتنا البحرية، لكن شوف القوارب، شوف القوارب يا كثرة، هذه كلهم خلاص امرحوا. مساكم الله بالخير من جديد، بعد ما رحنا الفندق وريحنا وصلينا المغرب والعشاء، تبدا الجولة المسائية في كرابي في مملكة تايلاند. طبعا شرق آسيا بشكل عام عندهم الأقمش والملابس لا تنشدون، جميلة خاصة الملابس الرياضية وكذا،
رائعة. أوريكم بنطلون ممتاز جدا للسفر. شوفوا هذا، شفتوا هذا؟ شوف هذا إذا أخذت البناطيل اللي زي كذا ما عاد تحتاج شنطة الخصر ولا شنطة على قربتك. شوف هذا، شوف مخابي هنا في الجنب، امسك برادر. شوف هنا مخبأ، شوف هذا مخبأ وهنا مخبأ ومخابي في الخلف، يعني تحط أغراضك كلها، خاصة هذا على جنب، حط الجواز وقفل روح استمتع. How much brother this one? What's up brother? درجة الحرارة في كرابي أفضل من فوكت، أبرد، تحس كرابي أبرد شوي. دائما بالجزر إذا رحت خذ لك، أخذ من أقمشتهم. شوف هذا 200 بات، يعني بحوالي 20 ريال 20 قطن، وبارد وسيع وبارد وزين. زانت ليش كرابي مثل أي مدينة في شرق آسيا، يوجد فيها سوق ليلي، عندهم سوق ليلي، لكن ما راح أغطي. ليش؟ لأني بغطي السوق الليلي اللي موجود في بانكوك إن شاء الله. بعد يومين بنكون في بانكوك وبنغطيكم السوق الليلي اللي عندهم.